لازم احنا طبعا. عندنا في مصر احنا بلد العادات والتقاليد، ويعني والصعيد له عاداته وتقاليده والفلاحين ليهم والقاهريين ليهم وهكذا. هل العادات والتقاليد دي لازم هي اللي تتبع الاتيكيت ولا الاتيكيت اللي يتبع العادات والتقاليد؟ بصي، هو عامه ان الاتيكيت دايما بقول هو السلوكيات الراقيه المهذبه اللي بتعامل بيها مع نفسي الاول وبعدين المحيطين حواليا. ودايما لما باجي انوه كلمه اتيكيت لان الناس بيفتكروها ان هي كلمه تقيله شويه، انا دايما بقول ان العرف العام بتاعنا هو والاتيكيت وجهان لعمله واحده. يعني كل العادات والتقاليد زي ما حضرتك قلتي في الارياف وفي الصعيد، كل العادات والتقاليد والاصول اللي بيعملوها هو ده اتيكيت في حد ذاته. يعني الاصول دي تعتبر بالظبط ان هما الاثنين ماشيين بنفس الخط، يمكن في شويه بوينت بس بسيطه لو اتبعناها هتبقى فعلا يعني زي اي مناسبه، وليكن اللي انت هتبقى باحسن صوره لو اتبعنا بعض الـ يعني الخطوات دي. فحضرتك قلتي يعني الزيارات والمقابلات والخروج والعزومات، في حاجه بقى مهمه جدا يعني يمكن انا جايه النهارده بالذات عشان اقولها واعززها للناس، هي التهنئه. التهنئه بقت خطيره الايام دي، يعني مجرد اول ما يبتدي مثلا رمضان او العيد تلاقي كل بوست بوست بوست، وبعدين بيعملوا ايه اشاره للجميع او تهنئه عامه، واللي يشوفها يشوفها واللي ما يشوفهاش ما يشوفهاش. طب ده ينفع؟ ده اتيكيت؟ ده الاصول اتربينا عليها؟ لا طبعا. يعني انا دايما حتى بقول لو احنا متشغلين يعني رتم الحياه سريع، ممكن ابعت اوكي بوست زي ده لشخص، ولكن على الاقل اقول له اسمه يعني احسسه باهميته. انت عايزه حضرتك الـ الرساله تبقى شخصيه بالزبط. يعني حقيقي يعني حتى احنا التهنئه لينا طبعا يعني اجزاء مختلفه، يعني في تهنئه للاقارب، في للاقارب الدرجه الاولى، في حتى البيزنس تهنئه يعني شغل العمل طبعا لازم نهني بعض في الجروب العمل. يعني دايما نقول حتى لو الاقارب من بعيد هاتي لكل واحد اوكي البوست اللي نزل، بس على الاقل يعني اقول له بس اسمه احسسه باهميته وان هو مهم بالنسبه لي. صح عندك حق. لكن الاقارب الدرجه الاولى زي الام الاب الجد الجده ده لازم تليفون، مش تليفون يعني بس، وبعدين هروح طبعا حاجات يعني حاجات انا قلت في ما قبل يعني قبل ما اروح الاجراءات الاحترازيه اللي احنا دايما مصرين عليها عشان سلامتهم يعني.